لو احد اللاعبين طبق عليه غرامه الايقاف غرامه ماليه هيسمح باسبوعين من خلال اعلان توقيع الغرامه عنده اسبوعين سماح بسداد الغرامه. لو لم تسدد في الموعد المحدد الغرامه هتضاعف واللاعب موقوف لحين سداد الغرامه. يعني اللاعب مش هيلعب لغايه ما تسدد الغرامه، عنده اسبوعين يسدد، بعد كده ما سددش الغرامه هتبقى الضعف وهيفضل موقوف لحين دفع الغرامه. لو اللاعب كان اصلا عنده ايقاف، يعني اللاعب واخد عقوبه غرامه وايقاف، هيبقى عنده مسموح له انه يدفع الغرامه في خلال فتره الايقاف. يعني انت موقوف اربع ماتشات، عندك انك تدفع في خلال قبل الاربع ماتشات ما يخلصوا. لو ما تسددتش هتتضاعف الغرامه واللعيب هيفضل يكمل. في حاله القصه دي كانت على احد الاجهزه الفنيه او الاداريه او الطبيه بتاعت الفريق نفس القصه، هتضاعف، هديهم اسبوعين يسددوا، لكن مع الاجهزه هديهم اسبوعين زياده مهله للسداد، لو ما سددوش هتضاعف ويفضل برضه موقوف لحين سداد الغرامه. لو جينا بقى لغرامه على النادي، هو طبعا النادي هو اللي ملزم بدفع كل الفلوس دي سواء على اللاعب او على الاجهزه وهو اللي بيخصمه منه. لو في غرامه على النادي، النادي عنده اسبوعين يسدد الغرامه. النادي ما سددش هديله اسبوعين تانيين بغرامه مضاعفه انه يسدد الغرامه. يعني عندك شهر انك تسدد الغرامه. لو النادي ما دفعش كان بيحصل عادي خالص ولا حاجه، كل مباراه هيلعبها النادي بعد عدم الشهر ده بعد عدم سداد الغرامه نقطه هتخصم عن كل مباراه هيلعبها النادي. اتكلمنا طبعا ان احنا عاوزين شكل جديد للدوري المصري. طبعا انا اتكلمت الحقيقه مع الانديه على الاعتراضات، لان الحقيقه السنين اللي فاتت انا كنت بشوف اعتراضات كتير قوي وكانت زادت عن الحد، لدرجه انا كنت بشوف الفريق كله الدكه كلها من بره واقفه اعتراضات كلهم على كل كوره. احنا بره بنشوف مدير الفني بيعترض على فكره بره، ومدير الكوره ممكن او مشرف على الكوره ممكن واحد يروح يكلم المدير الفني يكلم الحكم الرابع بهدوء كده يعترض باسلوب لائق من غير الحدود. طبعا اللي بيخرج عن الحدود يبقى في عقوبات طبقا للائحه. الدوري المصري انتظامه اهم من اي حاجه، فبالتالي مش هسمح بتاجيل. اللي هيخسر او محتاج مباراه معينه انا لازم اكسب ولازم تساعدوني تاجلوا الماتش، الكلام ده مش موجود، مش هنأجل. قصه واضحه، سيستم على 18 نادي هيمشي بمنتهى الشفافيه والعداله. ما عدا السيمي فاينل والفاينل البطوله الافريقيه والبطوله العربيه هنسيب لهم خمس او ست ايام على حسب الظروف، لو انت تسيب اكتر ست ايام هنسيب، لكن في الطبيعي ممكن خمس ايام ويلعب السيمي فاينل الذهاب والعوده وبعدين يلعب الفاينل البطوله العربيه او البطولات الافريقيه. فالسيستم واضح. اي بقى حاجه تطلع في وسط الدوري حد يتكلم اصلا انا عندي ومزنوق ولاعيبتي مصابه والكلام ده كله، مش هتفق في الكلام ده كله والكلام ده واضح. فالانديه ما تتعبش نفسها، احنا كلنا نفسنا الفرقه المصريه تكسب البطولات الافريقيه والعربيه وكل حاجه، لكن مش على حساب الدوري المصري. العالم كله بيلعب بنفس الطريقه، بيلعبوا ثلاث ايام ثلاث ايام ثلاث ايام على طول. الدوري الانجليزي بدا على طول كل ثلاث ايام، في فرق لعبه توتنهام لعب سبع ماتشات في 14 يوم. احنا طبعا مش هنعمل كده، مش هنظلم الناس بيلعبوا يوم او لا، ما بنقولش كده، بس قصدي ان الناس تتفاهم ان ده الدوري المصري هو اساس الكره المصريه. هنمشي بيه بانتظام، لازم نعلي المنتج بتاع الكره المصريه والدوري المصري. وارجو الانديه كلها اغلبها الحقيقه كلها تفهمت هذا الموضوع، وان شاء الله هنمشي بالنظام ده. ارجو ان الاعلام برضه يساند وما نجيش في وسط المباريات لما نادي يطلب كده الاقي الاعلام كل الاعلام هتيجي يكلمني هتعملوا ايه؟ هتاجلوا؟ محدش يكلمني ان مش حاجه. الموضوع منتهي.